لكن انا بقى بتكلم، احنا يمكن معلش انا هخش بس في النقطه دي لاني نفسي اعلق عليها الحقيقه. طبعا انا بتكلم الحقيقه على امام عاشور، لعيب موهوب ولعيب ممكن يكمل في الكوره بشكل كويس قوي، لكن لو هو الحقيقه ما تحلاش بالروح الرياضيه وان هو يبقى شخصيه متزنه، الموهبه دي هتضيع. وبدليل ان في لعيبه كتيره قوي في الجيل بتاعنا والجيل الحالي لعيبه كانت مميزين جدا 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 جدا. هو محتاج مناخ ومحتاج حد يقومه بالظبط، حتى لو اللاعب يعني كان التزاماته الشخصيه لازم يكون موجود داخل المنظومه بالظبط تجبره على ده. يعني انا بقول يعني النصيحه اللي انا بنصحها فعلا للعيبه دي، يا جماعه انتوا ربنا مديكم موهبه وربنا مديكم نعمه، حافظوا عليها. وفي لعيبه الحقيقه يعني انا برضك يمكن مش عاوز اقول اسماء كتير، لكن انا هقول لك مثلا لو صالح جمعه لو حافظ على نفسه يبقى افضل، يبقى لعيب اساسي في منتخب مصر، يعني ما يخرجش بره منتخب مصر لو كان ادى موهبته حقها، لو كان لو كان حافظ على الموهبه اللي ربنا اديها له. فعشان كده انا بقول للجيل اللي طالع ده، يا جماعه اللي عنده اللي ربنا بيديله موهبه واللي ربنا بيديله نعمه يحافظ عليها. احنا تخيل احنا في لعيبه في جيلنا وفي لعيبه في الجيل الحالي اللي ربنا مديله نعمه مش مثلا بياخدها كده من بايديه ويركنها على جنب يقول انا مش عايزها، في لعيبه بتشوطها. لا حول ولا قوه. حلو حصل التعبير ده كابتن، حلو جدا التعبير ده، حصل وبيصف الناس ازاي فعلا يفرط في موهبته بالظبط، خصوصا لو المنظومه زي ما قال الاستاذ شريف ما بتحتويش اللاعب وما بتقومهوش، زي ما بنشوف كتير جدا في النادي الاهلي. شفنا قبل كده ايقاف كابتن ابراهيم حسن نتيجه مباراه كان مع المنتخب، اشارات لجمهور المغرب في 97، النادي الاهلي بياخد قرار تربوي بايقاف اللاعب لمده 6 شهور قبل ما يطلع قرار المنتخب. ده قبل ما يطلع قرار المنتخب، ده وهو لسه ما رجعش القاهره. بالظبط. القرار اتاخد وهو في المغرب، يعني القرار اتاخد وهو في المغرب. يا جماعه الحاجات دي يعني يمكن ناس ممكن تاخدها كده، لا دي الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. هو ده اللي بيعمل بطولات في الاخر. طبعا طبعا الله. وده اللي هو انت بيخليك انت فارق البطولات ما بينك وبين كل الانديه، هي دي ان انت النهارده اي نجم عندك البطولات. يعني انا هقول لك حاجه استاذ شريف وفارس، محدش في العالم مش هقول لك في مصر كان يقول مثلا ان ممكن حسام وابراهيم يمشوا من النادي الاهلي. طبعا كان امكانيات فنيه رهيبه، اكيد ونادي الاهلي وجاي من حلوان بداوا يعني منذ رمه الاصفار زي ما بنقول، امكانيات رهيبه اذا كان ده حسام هو مهاجم او ابراهيم هو باك رايت. لكن لما جه النادي الاهلي حسبها على انت عارف ايه قيمه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، حس ان ممكن تتعطل شويه او يحصل فيها حاجه خلاص. النادي الاهلي رغم اكبر من اي لاعب، والنادي الاهلي دايما بيكمل في المواقف دي. عايز